ايش هو تعريفك للمشروع الناجح؟ وايش هو سبب نجاح المشاريع اساسا؟ اذا كنت عم تتابعني لاول مره، هذا خالد قصاب وهي قناتي، احييك للاشتراك معي في هذه القناه وتكون عضو في هذه العائله لتقديم قيمه او تقديم مجموعه من النصائح من خلال خبرتنا في مجال التسويق والمبيعات ورياده الاعمال. يسرني انك تشترك وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد. تعال نشوف إيش هو تعريف المشاريع الناجحة وإيش هي أسباب نجاح هذه المشاريع. المشروع الناجح باختصار شديد هو عبارة عن مشروع يوجد مشكلة في السوق اللي مستهدف أو في شريحة العملاء المستهدفة، ويوجد حل لهذه المشكلة، ويكون هذا الحل يضيف قيمة بالنسبة للناس باختصار شديد. فقبل ما تبدأ أي مشروع، لحتى تنجح في هذا المشروع لابد من أنك تبحث عن مشكلة، تبحث عن فراغ جاب موجودة في هذا السوق عند هذه الشريحة من العملاء، وتوجد حل لهذه المشكلة، وبالتالي هذا الحل يضيف قيمة للناس أو شريحة العملاء اللي أنت مستهدفهم. نضرب مثال على هذا الأمر. شركة أوبر شركة عالمية أصبحت اليوم في البورصة. هذه الشركة بحثت عن مشكلة موجودة عند الناس. إيش هي المشكلة؟ المشكلة أنه الناس توقف في الشارع نص ساعة، ممكن ساعة، تحت الشمس، في الحر، في الهواء الطلق، لحتى تركب تاكسي. وممكن يجي هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، ممكن يجي شخص أساساً مو هو سايق هذا التاكسي، وبالتالي في عدم أمان بالنسبة لهذا للشخص الراكب، وخاصة كانت الأمور بالنسبة إن كان رجال أو نساء، وأكثر بالنسبة للنساء موضوع الأمان. فبحثت عن هذه المشكلة، وجدت أنه كثير من الناس بتعاني من هذا الأمر، فأوجدت لهم حل أنه أنت من خلال تطبيق ممكن تطلب تاكسي وأنت وقاعد في مكانك، وبالتالي بتوصلك لعند المكان اللي انت فيه، وبتنزل مع نوتيفيكيشن على هذا التطبيق، بتنزل بتركب بالتاكسي، وسايق هذه التاكسي مسجل على هذه المنصة ببياناته كاملة، فبيعطيك سيكيورتي، بيعطيك أمان، وبالتالي أضافت قيمة لهذول العملاء انه توفير للوقت والجهد والتعب وإضافة أمان، والأسعار واضحة بالنسبة لهذول العملاء، وأصبحت هذه من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال. فلحتى تبدأ هذا المشروع أو أي مشروع أنت عم تفكر فيه، لابد أنك تبحث عن مشكلة في البداية. مشكلتنا اليوم في الأسواق المحلية أنه مجرد ما حدا شاف مشروع ناجح بيروح بيعمل دوبليكيشن لهذا المشروع وبيفتح جنبه محل كافيه ناجح، انتشرت البلد تعبت كلها كافيهات. محل عصير ناجح، انتشرت البلد تعبت كلها محلات عصير. محل حلويات ناجح، انتشرت البلد كلها، وكله نفس الشيء. بس بالنهاية اللي بدأ أول واللي حافظ على القيمة والمنتج اللي هو بيضيفه لعملائه هو اللي بيكون الدوميننت، هو اللي بيكون ماسك زمام الأمور في السوق، ومهما أتى من نسخ عنه رح يكون هو في التوب، هو في القيمة. ولكن هذا لأصحاب المشاريع الجديدة، أنك أنت قبل ما تعمل تقليد لمشروع لابد من أنك تبحث عن أمر يكون كرياتيف، في احتياج موجود في السوق، وهذا الأمر ممكن تحصل عليه من أفكار ممكن تكون، احتياجات ممكن تكون، علاقات ممكن تكون مع الناس، لحتى تقدر من خلالها تعبي هذه الجاب اللي موجودة في السوق، وبالتالي تضمن أنه هذه واحدة من أساسيات النجاح بالنسبة لمشروعك، بعد توفيق الله طبعا، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى اللي يطرح البركة في هذا المشروع. فهذه نصيحة من مجرب في هذا المجال قبل ما تبدأ أي مشروع. جربنا في البداية، هذه قصة هيك على الهامش، جربنا في البداية نشتغل في مجال الفود سبليمنت اللي هو المكملات الغذائية، فأصبحت البلد مكتظة بشركات المكملات الغذائية، كل واحد معه فلسين صار يراسل شركة برا ويبعثوا له فود سبليمنت، وهذا اللي مسجل بوزارة الصحة وهذا الغير مسجل بوزارة الصحة، بالنهاية صار السوق كتير زحمة. فطلعنا من هذا السوق لإيجاد
قيمة أو إيجاد مشكلة موجودة عند الناس واللي هي في مجال معين واللي هو مجال تقويم العظام والعناية بالقدم، وقدرنا من خلالها ننشئ مشروع على هذا الأساس نضيف حل بالنسبة لهذول الناس اللي عندهم هذه المشكلة. حلينا المشكلة بالنسبة للأطباء، حلينا المشكلة بالنسبة للعملاء، وبالتالي قدرنا بالنهاية نضيف قيمة بالنسبة لمشروعنا لحتى ما يكون مشابه للمشاريع الأخرى. وآخر شيء أختم في سياسة في كتاب كتب عليها واللي هي Blue Ocean Strategy واللي هي سياسة المحيط الأزرق. هذه السياسة أنصحكم أنه تقرأوا هذا الكتاب، كتاب Blue Ocean Strategy. هذا الكتاب بيشرح لك كيفية التنافس وكيفية أنك تبعد عن الزحمة وتلاقي جاب بالسوق اللي أنت مستهدفه لحتى تعمل مشروع ناجح. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله في جميع مشاريعهم، ولا تنسى في النهاية تشترك معي في هذه القناة وتترك لي تعليقك في الأسفل إذا عندك مشروع أو عندك أي ملاحظة بالنسبة للأفكار ممكن تكون لمشاريع ممكن تكون على أرض الواقع نسرقها ونعملها مشروع. شوفكم بخير إن شاء الله.